يبنى التعليم للحصول على مجموع والالتحاق بكليات القمة، لأن المجموع والامتحان وكليات القمة مش هما سبيل مصر لتحقيق الاستدامة. بنحاول ندرس تطبيق استراتيجيات تعتمد على الطالب في التعليم وإلغاء نظام التنسيق الذي من شأنه أن يحول تركيز الأسرة من المنافسة للحصول على أعلى مجموع إلى المنافسة للحصول على أفضل تجربة تعليمية حقيقية لأبنائه، على أن يتم ابتكار وسائل أخرى بديلة تشبه التقدير العام المعمول به في الجامعات والقياس عليه للقبول بكليات ومعاهد التعليم العالي. الطالب هو أساس محور العملية التعليمية، زي استراتيجيات الفصل المقلوب اللي بعض الصحفيين علقوا عليها بأن الوزير ده خيالي جدا. نطبق الكلام ده في سبتمبر ونشوف مين اللي خيالي جدا في المدارس المصرية. المشكلة عندنا ان احنا دايما بيبقى التعليم ومخرجات التعليم لا علاقة لها بأهداف التنمية. الجديد اللي احنا بنحاول نشتغل عليه في المرحلة القادمة ان يبقى تعليم موجه الى اهداف تنموية. الحقيقة يعني ما احوجنا النظام التعليمي بجودة عالية تتوافر فيه مقومات التنافسية والعدالة والقيم الإيجابية. ثانيا إتاحة التعليم للجميع ودون تمييز. وثالثا تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم. بتكلم على إتاحة، يبقى أنا محتاجة إلى دور فاعل للمجتمع المدني والقطاع الخاص في العملية التعليمية.